شيرياتك راكم دايرين ان شاء الله تكونوا قاعه يا ام لاعب كبيركم بصغيركم وليداتكم جهلتكم اماتكم عجايزكم كي راكم دايرين ان شاء الله تكونوا قاعه يا ام لاعب. في هذا الفيديو غير الوصفات وجبت لكم كيفاش ديروا طاوله غير بامي كفته عرضه. راجلي عرض لي صحابه في الدقيقه 90، شتو هذه تاع الدقيقه 90؟ الدقيقه 90 بون. هنايا الصباح كنت في الدار لبست السيفيت تاعي وين طليقي نقيت اللي نقدر عليه اللي كان قدامي ودرت هذه الفطيره اقتصاديه 100%. ديروها في رمضان، ديروها في الفطور، في العشاء، في السحور كيما تبغوا. شافيها هنايا درت نص كاس حليب، كان عندي غير نص كاس، غير فنجان صغير، وزدت له الماء. المهم يكون عندكم شويه حليب سواء تاع غبره ولا حليب نورمال غير محسن، هذا ما كان نعطي هكا بنه هكا شويه خفيفه كيما نقولوا لاباط تكون خفيفه شويه. المهم فيها كاس حليب راني مخلطاتها بالماء والملح وتاني الزيت 3 مغارف. بو هنا مازال ما درتش الزيت، راني افونس. ايوا ودرت الخميره عندكم مغرف خميره ومغرف سكر، مغارف 3 توجور ديروا 3 كاس. كي ديروا كاس تاع الاخر ديروا غاني غير الاخر. مزيه ما جيش طباخه والله. ايوا والفرينه لا روماكيتو الفرينه هذا الخطر راني نشري بالقوابس باسكو راهي تغسل لي. وشوفوا هنايا الا قد صفوها باسكو هذه القاسه حليتها جديده معاكم، دوك نوريكم شنو لقيت فيها. ما مخلطه ماشي تجي كاع شابه من الاخر. هذه شريت سفينه، شريت واحد الربعه مي غادي كي تكمل غادي نبدلها. غير قولوا لي شي تشاكم ديروا صافي شوفوا شنو لقيت. ما تقولوا حجره، ما تقول باعوا شي، ما تقول ايه عيفونا في الماكله. صاي شريت انا 5 كيلو حنبو قصتها، او انا نقول 5 كيلو 10 كيلو زعما اقتصاد زعما باش ما نسحقش وما نقعدش نشري. شريت هذه تاع كيلو تاني مخلطه الحجوره منا اللي قد تصفيها. انا بوغ ما صاي سفينه صاي غادي نحبسك من الاخر زعما مزيان ما عنديش لي زابوني كبار ولا طيح لها السوق يرسلوا لي رساله اعتذار، ارسلوا لي رساله اعتذار والله مفوله. اليوم رقدت بزاف هاد النهار هذا ويكاد رقدت بزاف من طالع لي الموران. انا كي نرقد غايه وكاع نشبع رقد وعينيا من تفخين هكا نولي نضحك. لافارس سهله، شوفي فيها غير البصله قطعتها ما رابيتهاش باسكو علاه غادي نديرها في لافارس، ولافارس هي اللي قد تبان واللي قد كيما نقولوا تتعمر، واللي كنت طحنيها ما غاديش تولي كاع تبان وغادي تولي تسحقي. ومن درت غير حبه كبيره قطعتها درت لها شويه زيتون كان عندي، انا زدت لها الماء باسكو البصله كانت كيما نقولوا ما كانتش جديده، كون كانت جديده تتكرمل وتلقى لي البصل تاعها والماء تاعها وكاع مع تاني كانت قليله والنار كنت زايدت لها كنت مقلقه هي تاني كون ديريها على نار قليله وتغميها غادي تتعسل وتتكرمل معك. ايوا درت لها طوماطيس حبه طوماطيس تاني كانت مكونجلي عندي قضبتها دوبتها يا ربي غير شويه وقضبتها ما تخافوا زعما تترابيلكم نورمال. شاو لو كنت تخليها ديكونجلا كاع صاي تولي لك بجبجه هكا تولي لك معسله. ودرت هذا الطون بزاف الشباب عجبني راني وريته لكم ماراطون لا يعتبر ماراطون هذا غير فوتات الطون دوك نقراها لكم غير الصبر راني ناسياته. وكان يا غير نشري انا كي نلقى في السوق رخيص ما صورتهاش تو وقيلا ماراتين ولا ماراطن ولا حاجه كيما هكا يجي مفتت وعجبني في الكوش شباب وجاي مفتت قطع صغار. باغ كونت انا هذوك اللي جو متماسكين وكوما غاليين زعما يقول لك بنان واجود انواع الحوت وكاع شو راه يغبني يجي هكا يابس نقعد غير نفتت فيه. هذا ساعدني جاني مفتت وتراجلي داروا لنا الطون مفتت وكاع غايه راهم يخمو فينا. قال لي هذا الطون هذا الديشي تاع الطرا راهم دايرين هذا ماشي وانا عجبني سبحان الله مين جاي مفتت من عندهم. ايا شتو اقتصادي فيه تما فيه غير البصل
وشويه زيت كان عندي والطماطيس والطون للبدنه. تنجموا حتى ما ديروش الطون زعما بصح زعما الا راكم باغيين كيما نقولوا تجي بنينه وكاع حبتنا يزيد لها قابصه قابصه ندي. وهذه زعما قابصه غير هكا دير 6000 ولا بون بون. انا نشري تاع ثلاثه ديريكت. ايوا قلت لها الفرماج هذا رابي ومن بعد قلعت كاع الحواشي قصيتهم. ايوا نزيد نغطيها من الفوق. او بنينه وشو ما فيها لا بيض. دوك نعطيكم التالي لاسيوس كيفاش تحمروها من الفوق هكا تخرج لكم حمراء وكاع. وجات بنينه لا بات خفيفه وراني بحالتها كيما قال لك سمك رقيق. راني يعني حالتها زعما رقيقه باسكو انايا راجلي مي بغيت هذيك تاع هذيك الفطيره الاسفنجيه والبيتزا الاسفنجيه وهادو كل هو انا ما نبغيه هو ما يبغي نحس غول عجون هوك 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 دير ما نجمهاش. نبغي حاجه رقيقه وتكون اميام طريه ما تكونش يابسه. هنايا شتو وين قليتو كاع. ايا دوماج ما خليتش بزاف لاصوص معليش زدت لها غير زيت زيتون. ايوا راني نطلع من الفوق البنا اللي يعرف لاباط بزيت الزيتون وكاع. انا ما درتهاش الداخل درتها غير من الفوق. ثاني جات بنينه. ايوا درت لها هذاك السطح هكا وقطعتها بالخدمه غير شويه غير هكا من الفوق للفوق ما تشي كاع باش ما تيبش صاي والطيه ما يدخلش كاع الداخل. تاكي طيبوها وتكملوا صاي من بعد قطعوها. شكي او هذاك هكا كولي شعاري انا اللي نرفدها وطيح سموني كليتها. تجي بزاف مي وكنزيدي لها الفرماج وتفرمجيها وتعسليها مخايتي مخايتي. شتو لي ميبغوش بزاف لاباط ويبغو حاجه رقيقه وكاع ثاني غادي تعجبكم. ايام بعد نوت كليت حقي بون راجي مكاش بدات ما حتى الحشيه قلت كي يلحق ياكل حقه. ايام نوت كنت شاريه البطاطا وهذو الصوالح. ايا بغيت نحطهم شاو قلت لا يبقى نقيها شقدني كل ما نشري نعاود نحط فوقها كل ما نشري نعاود نحط فوقها. قلت لا نقلع ونقيها ونحط خضرتي على نقاوة. هنا راني دايره غير هذاك بابي كويسون ندير فرشاته من تحت باش يلم لي كاع هذاك هذوك الفتات التراب كل شيء. قدرت ثاني هذا البصله هذه البورو هذيك هذه بنينه 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 وك هي رخيصه على الاخرى بصح بنينه. الا درتيها في لافاخ الا درتيها في الاخر بنينه. ايوا نقيت صلحت وكاع ما سيقتش هذا النهار باسكو الدعوه عندي كانت نقيه وكاع وانا ندير نهار بنهار ماشي كل شيء. يا درا طابله جديد ها. من بعد نوريكم كاع الكوزينه كيفاش سقمتها كيفاش درتها. صورت لكم شويه قبل وبعد راني غير نسقم فيها قبل رمضان ان شاء الله بنكملها الا ما كملتهاش في رمضان. المهم نوريكم اخواتياتي غير مشاهدة بسيطه بصح شابه زعما خرجتها دروك غايه زعما دروك حاليا راهي عندي راهي مليحه مازال راني نشيلها في الجديد وكاع ونسقمها. دخلت لها فريجيدر جديد وكبير وكاع زدت فيها النص زدت نقيتها وكاع. الفيديو اللي من موراه غادي نعت لكم البلاكارات نقيتهم شريت هذوك القويبس وكاع الصوالح. غير قعدوا معايا دروك راني من بعد عيط لي راجلي مع الخمسه تحسباني خالي فيكم. ايا قال لي راني جايب صحابي قال لي خاطر خوه كان هنا. ايا قال لي غادي نعاده يتعشى وكاع ومن بعد قال لي صحابي راهم معايا كانوا معاه زوج تاع صحاب تما هما كاع ربعه وانا شو كانت الخمسه ونص ما كان عندي والو راجلي ما كانش في الدار عيط لي غير في التليفون. ايا نوت مزيه عندي كونجلي يلي ما تبغوش الكونجلي مزيه. كان عندي الطوماطيس كونجي كانت عندي زروديه درت هذيك الحريره تاعي تاع الغرب اللي دارت ماشي دارت حاله بون انا عندي كان حاله سمحوا لي العام اللي فات في رمضان درت لهم بون درت هذاك الفيديو قصير هكا ثاني في اليوتيوب على الحريره جابت انكا كنت عاده شهر ملي حليت ما شهر حوجي رمضان فيه شهر
كان عندي سيمانة ملي حليت هكا، ايا زعما عجبتهم مانيش عارفه، لا هكا سياوه ولا ما سياوهش، المهم كان فيها تفاعل، كان فيها تفاعل سيانو وعجبتهم. ودرت هاد الكراتة، درت فيه البطاطا، وقلت لكم ودرت فيه البطاطا هكا كارويات، وتاني خليت البيض، هاد البيض غادي نديره للبوريك، قلت لكم غير فامي الكفته وشوفوا كي درتها، وقعدوا متبعين خاطر انا الا فات في هضره غادي نحرق كاع الاحداث هنايا ونكمل لكم الفيديو. والاخر يبقى غير البيض، انا درت الطعام هيا ها شوفوا وي، انا كنت بليله الخميس هيا شوفوا مشي عجب حنبوك الحريره والكراته من جهه والبوريغ من جهه، ونخمم في الطعام زعما هنا نحلف بلي الجمعه سموني نرقد، باسكو عندي غير نهار تاع جمعه اريح فيه. اي قلت نوجد الطعام ندير لها زوج تفويرات، انا الطعام ندير لها ثلاثه، قلت ندير زوج تفويرات اي، والثالثه نخليها تا الغدوه. من داك هادي الكفتة، هادي فامي كفتة كاع كيما دارت، درت لها البصل رابيته ودرت لها وحطيتها، درت لها شوية حرور والقرفة ايو شوية زيتون، وهنا يا دلالي يا دلالي لما انا بغي نزيدو. وشوفوا كل ما نبغي نروح نغسلهم تلقاني حاجة واحدة اخرى، يا البطاطا طيب يا الكفتة توجد يا البيض يا منا، زعما المهم نلهان لها هنايا هاد الطعام. مانيش عارفه وقيله التفويره الاولى، باسكو عاده راه مرفود عاده التفويره الاولى، وشوفوا لاستيس هادي نحلها بالفوي يا ويجي مزير وباع. انا الاولى ما نديرش بيدي باسكو عاده راه حامي، وكي ندير بالمغرف يتعجن لكم، سيوها بالفوي يجيكم مهوي حبه تتزر لكم ما يغبنكم ما والو. من بعد ما كي يبرد وديروا له الماء ويبرد، كي تبغوا ديروا له الزيت من بعد تلقاوه مفتت محلول ما يغبنكمش. وانا من يكون حامي تمام انا ما توشيش بيدي بزاف تما تا يبرد، وكي يبرد يبرد جامد يبرد كويرات. شوفوا هنايا راني نقلع زعما الباقي نحطه في الكراته، والنص نديره بوريك، ودرت لهم حبه 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 بوريك اختي زعما غير في حليله حبه حبه بوريك، وزدت لهم طاجين هاو سبحان الله وزوج. جاني خمس حبات، وقيل درت لهم دي ميل وقيل خمس حبات دي ميل كفته خمس حبات، مع زدت لها البيض رابي وكاع زعما يزكى. هنايا الكراتان تاني شتو شاتت يعني غير دي ميل كفته. المهم البنه هنايا درت لاصوص بيشاميل فري فريمون شابه فري شابه، درت فيها الفرينه والدهان كما تعرفوا، تاني الحليب، ودرت له هنايا حبه فرماج والحرور والتابل تاع الفرماج. ويلي 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 تقولي درتيها بالكريير، الكريير مع الشيدار مع فرماج غوش. انا غير نزعق شجب حنبوك توابل تاع الفرماج الكريير، بصح تجيب لنا قاعده تاع فرماج تقولي درتي فرماج وكثرتي ودرتي خلطتي كاع الانواع تجي شابه بزاف. ودرت غير شويه باسكو انا راجلي ما يبغيش هذيك الطبقه هذيك الغليظه، انا ثاني نكرهها، نبغي حاجه خفيفه كي الكريم فريش هكا درتيها بورون درتها شويه ثقيله، بصح نبغي طبقه خفيفه من الكريمه من الفوق، ما نبغاش خروض خروض خوك السمك. شوفوا كي جات شابه زعما غير الفرماج ما دابليش كومبلي باسكو الكويزينيير ما تحرق له لي ما فهمتش، نورمالمون نغطيه بالالومنيوم وندوبه هكا ما ينحرقليش من الفوق والفرماج يدوب حتى للتالي. انا هذيك الحبابه اللي غليتها قضبتها رابيتها وتاني خلطتها مع الكفته، شوفوا كي جات شابه زعما انا ما نديرهاش كيما هكا زعما في دانا ما نديروش بيض مغلي، خطرة حماتي رسلت لي هذا البوريك هكا بالفرماج والبيض مغلي والكفته بنين بنين، انت ما وليت نخدم به. ما راجلي ما يبغيش البطاطا، حنا في الدار ديفا 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 نديرو بطاطا كي نبغيو نزكوها، مي راجلي ما يبغيهاش ويبغي هكا بالبيض. سيتها عجبتني، درت هذا الفرماج هذا تاع رابي درتها هكا قرده، تاني مني تقلع تاني بنين هكا يولي شويه ديك البوريكه هكا كيتعضوا هكا والفرماج يروح معاكم، هذه هي.
فرماج وليد كسل يتعسل، وزدت له فرماج هذيك موندو جات بنينة بنينة. اوه تشهيتها تشهيت البوريك المعسل والله. وهنايا غبني شويه الديو باسكو كانت ديجا الدرو كان عندي محلول وكان شويه يابس، بصح كيما نقولوا سلكت راسي. هذه هي المراه، هي المراه هذه هي، سلكي راسك الجود بالموجود. انا مين قال لي العشاء من نوم لي؟ ومن بعد عيطت لي منو راني خايف منو، مش قلت لك والو، ما قلت لك والو، راهم جايين معايا، راهم طري باسكو خلعوه. كان قال لي راني رايح معاهم من ندورو في وانت، قالوا لها نطلعوا معاك. شوفوا ديك الحيره ويا يا الشيرات، غير الخضره ما فيهاش اللحم وفيه ما فيهاش الدجاج. وبنين اقسم بالله لا شابه، هيا دخلوا القناه شوفوا هذيك تاع الفيديو حق الله، فيديو تاع عمي فتتها باللحم تاع رمضان، انا رمضان نديرها باللحم. شوالا هاد الخطره من طيبتها غايه، انا السر هي تقليه قلي صوالحك غايه. التوابل صح شري توابل الشابين ملاح وكاع، بصح السر في التقليه والكميه. انا خلعوني انا اللي يقولوا لي انا يا الحريره نديروا لها بخمس حبات زروديه، لا زروديه خمس حبات كاع، لا اختي غير زوج غير زوج. الطوماطيس حبه، خلعوني يقولوا لك ربع حبات والحريره تجي حبه. فيديو كمل فيه وجهي ولد عمي عاود لكم هذه اللقطه باش نجم نهضر. المهم كيما قلت لكم حبه بصله، حبه طوماطيس، زوج حبات زروديه. هذه الكميه دير لكم 6 غراف، 5 غراف حتى 6، وانتم الى عدد الافراد بزاف دوبلو دوبلو، ما تزيدوش غير من ريسانكم غير هكا. المهم ان شاء الله يكون عجبكم لا فيديو. شوفوا هاد البلاطه والله لا فريمون، شوفوا الماكله الماكله ما بقاتكم، نوري لكم ابري حاجه حاجه كلشي لحسو. زعما نقولوا شنو نقولوا ايا زعما بصحتهم ايا. المهم انا خليكم ان شاء الله تكونوا كاع غايه ملاح، هذه صح قلت لكم في الديبي. ان شاء الله نخليكم على خير ونبقيكم على خير، ونقول لكم باي باي بيزو، وميرسي بوكو على واحد كا متابعه. ايا باي.